انجرو انجرو بدع انجرو بدع يا سماع الشاشة. ها انجرو بدع رجو رجو بدع. ها 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 من يغنمه هو ايش قال عليال 500 نقطة ما فيها رجعة. استاهل استاهل ابو مسعف زيادة هذه زيادة زيادة في هبكة في شكة في الموضوع على تجي ها 500 نقطة خصم تسويها هي اسويها هي اسويها قدها قدها خليك على تسويها احسن طبعا قلبك تسويها بس هنا تسويها اي اي وش حدك 1000 نقطة خصم الجاح يا اخي صل علي يا اخي صل علي هذه 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 فقره رسميه يا اخوان هذه فقره رسميه صح ولا لا انك تطلع من الفقره الرسميه رسميه كذا اشكال يا عباره رسميه لازم ثوب شماغ سلامات لا لا رسميه لابس نظارات ما في شمس طب هذا حق مطبخ خلاص وين 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 الرسميه وين الرسميه وين الرسميه ها من بكره يا اخوان انتاج اعداد من بكره من بكره تجيبون لبس الطبخ ذا اي احد ما يلبس اللبس خصم 1000 نقطه وش هذا حبيت الصرامه أتصارم خلاص أتصارم خلاص أتصارم مي صارم ايه اه طلعت جيب راسها كلمه انا اشوف بكره مو بجاي بغيب عارف من هو بكره ايش لا بكره الاربعاء ايه يعني تاخرت احس ناوي بيوم مشي لك الامور ترى أه؟ مقدم عنك ثلاث فقرات من واخذت الريال ليه طبعا دبوا نزل الراتب الحين تو نزل الراتب تو نزلوه نزل الراتب ايه تو يلا 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 بكره راح اصحى الظهر عطنا من تويس تويس لباني لا صحيح تدري متى نزل؟ نزل الساعة 11 بالليل خصم 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 لا لا ما في خصم خصم ما معلم حق البنزين اللي جابه شكل من؟ ليه؟ وجه لا كلها كلها راح تديو تدري كم بقى الحين بقى 50 ريال ليه ما صلحت جوالك بالمرة يعني يا اخي عيق وانت خرب الوجه حق الشاشه يا انت ركب كفر سنتين ها سوي جوالات سنتين لا تغير شاشتك يا وليش عشان الشاشه الثانيه الوانها وشي غير من غير ذا يقولك ما تقبل الوجه واللمس يصير فيها طيب ركب كفر ورا استر خليك خلي الجوال يا جوال كنت غير غير طق خلي الجوال غير طق انا هذا شاري من الراتب لو تفقد الجوال تحس بنعمه الجوال والله بين على صح صادق اعطيك ذا عربه وين يجي ديزاين ذا محل يحطونه على الجزاز لا هذا انا قديم عندي زين هذا قديم عندي شفت على الواحد طويل تحس انك لا انا والله اني بغيت اسويها البارحه لقيتها على طقم احط انقزاز الطقم يا عيال انا بس ايش قلت اخذه يا ولد غدره ما اخذت غير كم بس هذا اخذته 170 كم 170 راضي عن نفسك منك حاجه بن قاسم ها وين حاجه بن قاسم تطلع باربع طقوم حلاوه وفنانه ها لا حد يدري انها حسبها من حد يلا فليت امها يلا خلاص روح ارجع اطبخ خلي فل امها ها روح اطبخ ولد انت على امك انا بفهم انت ايش فيك ايش فيك ولد 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 اسمعني انا مستعد امدك هنا بس تدري ايش مستعمل أيوة. من الكاميرا والمشاهدين يتابعون ولد ولا سهل علي والله ولد. مدتك انا مدك عادي ما مشكله اركضك هنا ولد ولد لا شوف شوف ولد سمع. مقدم ومتشارك خليهم على راحتهم ولد اسمع انا افقع وجهك اطحن وجهك طحن شاك ما فيها وجهك شاك ما لك كشر وجهك اي ها انا اطحن وجهك طيب اتلي بس كمل لازم يا اخوي ها بيلها دقيقه انت ايش تبي انت ايش تبي افرع انت ايش تبي افرع انت ايش تبي افرع انت ايش تبي افرع انت ايش تبي انت ايش تبي محمد ايش تبي محمد شوف اه خل جوال 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 ايوه انت بنت بعل عمرك انت انت بعل عمرك ها اي صح 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 انت حسيت فيها من البدايه انا بس ما ودي قلتها السلام تعرف مستقبل مقدمه انك تعيش جوك الله الله ابي اجدد عليك اصبر علي الاسبوع الجاي وليه انتم الحين وش عندكم؟ عندنا قهوه وشاي عندنا مكرونه يا سلام ايوه وين البلديه عنكم؟ وين محمد مناحي عنكم؟ البارح المفروض انه مع الدخوليه خالفكم ابشرك محمد مناحي جاء البارح اعطانا 300 نقطه وراح هلا عربك هذا كرم يجي يعطيهم مو يخصم هو اعطاهم 300 نقطة انا اقول خصم 300 نقطة. يعني خذ فلوس محمد مناحي طيب. لا 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 اخذنا لفتين على الحارة. بعدين مخرج جيب جيب الكاميرا خلي الكاميرا تمشي معنا. انا ما دري الثنائيات تفهم ها؟ الثنائيات ما دري. ليه؟ بس كذا انا خلق انا جابون هنا عشان الثنائيات. عشان ايش؟ الغي الثنائيات. ايوه. التصاميم هذه ما دري. ليش؟ سلام عليكم. هلا شباب يلا حي. كيف الحال؟ ليش حاطين ميوت يا شباب؟ ليش؟ ليش حاطين ميوت؟ وش لا 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 السلام عليكم كيف الحال؟ السلام عليكم طيب هلا 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 والله
سناتكم احمد ربكم كيف الحال؟ احمد ربكم سناتكم اقعد مكانك لك مكانك علي نوي. قد لا 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 والله انت قاعد والله انت قاعد والله انت قاعد احنا جايين عشانكم. شو الاخبار؟ طيبين؟ شو العلوم يا شباب؟ شلونك الله يحييك؟ طيبين؟ ساك طيب؟ والله ابشرك. سولف سولف معهم دقيقة. شباب الحين عندي سؤال. انتم تنامون سوا تلبيه؟ ثياب سوا؟ ها؟ والله يا اخي صدفة تخاطر بعدين ما هي بسوى اللون هنا يختلف هنا يختلف طيب سبحة تختلف وتختلف طيب طيب وش وش المشكلة؟ ها؟ وش المشكلة؟ ثنائيات ما ادري مين قال ثنائيات؟ ريان متحدث ريان الرسمي من قال ثنائية؟ نفس اخوياي صح؟ نفس اللي قلته ها؟ اخوياي؟ من؟ اخوياي ما صح؟ هم اي طيب اخوياي انا عارف طيب انا عارف لا انت شايف اثنين مع بعض ثنائية لا دقيقة ريان 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 هو يقول اخوياي اخوياي يعني يطلع منها ريان ايه؟ انت تدري ريان تدري تدري ريان بالنسبه لنا وش لا تزبدري ترى في تدري ريان بالنسبه لنا وش ها ريان ساكت في يسمع تدري ريان بالنسبه لنا وش تحمس يمين اخو ولد على المطبخ هذا المطبخ هذا اللي علمني المطبخ الرجل الفاضل المطبخ خذ المطبخ 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 معي انت المطبخ ايش قدامك انا مقدم انت مقدم مقدم وين يلا قوم يلا قوم يلا يلا سرعة على ايام ما عاد دقيقة على ايام ما عاد ما اخذ ثواني المراحل المطبخ والله ما راح المطبخ لازم تجي قدامي خاصم خلاص خربت يا دقيقة يا خير قاعد ارسل افريقة الدعم بجيح ريان من وين الاوتفت والله يا عيال اقسم بالله اقسم بالله اني ما ادري تدرون من وين الاوتفت اني طالع اني بروح بارك افنيو صحيت من النوم قلت يا ولد الثوب ما خلاص يا رجال ها طالع قلت يا ولد تدري وامر خلاص طالع من الشقه بروح وامر والقى لي محل والقى ذا عنده باقي كم باقي؟ الله اني كذوب ونعم ذا الاسم 25 دقيقة الله ونعم من هو؟ عمي يا حبيبي وليه 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 كذا؟ لا ما قلت ما ذكرت ها؟ ما ذكرت الاسم ليش كذا طيب؟ ليش تسوي؟ شرفك بعدين؟ أعرف بالله منو منو؟ إيه عشان تعرفون الناس من غيري لا لا ليه؟ متفقين موقعين ترى اتفاقية من أول ما خشينا غرفة وقعنا اتفاقية وش؟ أي واحد تعرفه لازم يعرف أنا من هو؟ حنا إيه وقع مع نفسه هو بس هو لا دقيقة ما حد قال لك إن حلاق مجدول على شعرك؟ ما عاد قال شو لكم شباب؟ انا الاقل عندي شعر والله بخير بارك شو اخبار؟ لك من عندي يا عليان رحله لتركيا زراعه شعر الله بس انت اللي تتحمل التكاليف يا سلام ما قصر اللي من عندك ادوش اللي من عندك قوته قوته ها قالوا لك عليان شيف هنا 15 دقيقه راح عندي الموضوع كامل الحين انت وعيان عندكم فقره مقادير صح؟ ليش جالسين هناك؟ الحسد بدأ يبي يا ابو ربيع اخصم على ريان واخصم على عليان خلاص لا اجي اخصم عليك شوف نفس الاسم اخصم عليك بالعكتين يا شباب الشباب ايش فيهم عيني؟ ما يد... ما... يا اخي سبحان انا من يعرفك ما يذمك ما يذمك ما يعرف كل يعرف يا سلام بشر كم طلعنا بلقطه كم لقطه طلعنا؟ ايوه رياكشن تبغى رياكشن ايوه حاسبها مسجلها في الدفتر قروني قام يغبشون اللي صممون لكم صادق لقيت كذا مقطع بس ما قصروا حطوا التاج يغبشون علي ليش طيب؟ يا اخوان يا جمهوري لا اللي يغبش على ريان كانه مغبش على محمد وركان الله الله ايش تبين؟ هذا غبشوا عليه ايش تبين؟ يا يلا صورة سووا واحد يا سووا واحد يا اصدقائي يلا وين الكاميرا؟ يا سلام طلعني يا معليش بس روح المطبخ ما طلعني انا اليوم اخ والله انسبك اقلب هذا اطلع يلا بديت اللابس تقويل بديت اللابس تقويل يا حلو يهبل يا ويلي ويلا قهر كان كل واحد يبي يطلع تستس عليان تعال تعال عليان تعال شو تسوي بس في عليان ها دقيقة عشان يعني تضمن دقيقة احنا مشكلتنا مع بطاطس فطاير شوف لازم انت تكون شوي ذكي انا ذكي اي لا انت انت ما انت ذكي لا شوف انا العب على اربع اوتار بغيت اقربها
عود. إذا جاك واحد بجنبك شخصية لازم تحرقه بالكلام، تقلب وجهه ألوان عشان يصور شكله بشع. بس صدق صدق يعني أنتم حاليا تشوفونهم ثنائية ولا تشوفونهم؟ شوف احنا نحارب ولا طقطقة؟ لا ثنائية. شوف أنا بقاعد يترجم فينا تدري ايش يقولون عنا؟ قريت مخهم تدري ايش يقولون؟ يقولون سأسبك علي يعني اللي هو أنا. أنت ساحبني لأنك تحاول تتصلهم بس ما توصل لحالك، لازم تسحب واحد من الفقرة. فاصل ليه ما وصلهم لحالك؟ ليه؟ لا لأنك مقدم فقرة يقولون خلنا نجاب العيال عشان يصوروا معنا. وزحف عليها جلس هنا. أنا صيت. يلا اطلع لكم كم مقطع مشي اليوم محتوى. ها؟ مشي أمورك اليوم عادي. يا ولد انا لو اقول كذا صورت ما يا ولد انا وش المشكله؟ ها؟ وش المشكله؟ بس يا اخي ليش انتم زعلانين عليهم؟ شوف انا بعلمك. مع انهم ما ضروا احد. ايوه هذه من حاشه. من حاشه شغلات ما ادري منو. بالله الله يعين. اسلم؟ نعم. ليش دائما كل ما تجي تفكرني ما بتصور؟ شنو مساعد؟ هتسعد خاصه العيال الحين سامعين صوت امهاتهم والله ودي مكلمهم. اسلم اسلم الحره في تبدي. عطونا اتصالات. اسلم ايش يقول الشاعر؟ ايش يقول؟ يقول يا من القلب ان هواجيس يهتلنا يا كبدي كبدا. ليه جيتك انت بسمك ثاني يا عيال؟ ايش اسوي يا اخي؟ يا اخي انتم ليش زعلانين علي؟ على وش؟ على من؟ علمني. شوف انا عشان اكون معكم صريح، الكاميرا علينا يا مخرج. تعال شوف ترى في ناس الحين بموضوع جدية. نعم من الجمهور صح ولا لا؟ ايه. ايش حاب تقول لهم؟ اقول ترى مجوح وهذول اخوياي، هذا اخوي محمد المسردي واخوي ركان السري راح، فاحنا طقطق بس الوضع طقطق 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 اخواني كله سلام. شيء بجدية سلام انت صاحي. هذا فاش خندوبه امس. تعال محمد المسردي. اي بس شوي جاهزة حنا نشوف محمد، لان حنا يا الربع احنا مشكلتنا تدرون وش هي؟ التصعيد. مو ايوه التصعيد، ترى احنا زي قاعد ترى عانينا مثلكم. اي لا تكلمنا ولا لا يوصلون سب الاهالي. ايش العلم؟ هذا 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 محزم يتحزم. يا سلام. هذا الموضوع انا اقول انه ايش؟ يعني للجمهور ان ما في شيء، ترى الجمهور يحب يصعد المواضيع. صح ولا لا؟ صادق. ترى يا اخوان اللي يصير هنا ترى كنا نضحك، ترى كنا ضحك وبلا، ترى جمهور عليان. جمهوري عليان عليان جمهور عليان. وانا طيب انا؟ لا انت نادر. هذا اخوي الثاني. انا ماك نادرين. هذا اخوي الثاني. يا سلام. ايوه حتى دليل ان اخوي معطيه النظاره. لا اله الا الله. لا والله ترى صدق نمزح نستهبل مع بعض بس نجوح لان دق ينزل على بعض بعضهم يصعدها. اي لا الا التصعيد يا اخوان بكونا. لا 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 يعني نحب بعض ممكن اكثر من ناس من اهلنا. يعني ما ارضى على ليان خطا ولا ركان ولا ارضى على ابو محمد. الله يسلمك. ولا ارضى حد يغبش على ابو محمد لانه كان مغبش علي. صح تكفون يا اخوان الا ريان. لا ناظر هنا ما يقدرون يغبشون. سويت مره ثانيه طريقه ثانيه حلوه هذي. ماني اعلامي ملكة ذكي ذكي ذكي. صعدت الموضوع وخليته هو الحال. يا اخي طرمنا على السرير. حلو هذا من الذكاء. برم اليوم. تعال محمد بندر. تعال تسليم. تعال تعال هذيك. تعال محمد. شوف تعال محمد بندر. اذا جاهز المقطع علمونا. ها